أنا رجل أبيع السيارات بأقساط شهرية، منها ما أحصل على قيمته في مدة سنة أو سنتين، ومنها أكثر من ذلك. والسؤال: ما هي الزكاة في هذا المبلغ؟ هل هو في المبلغ كله أو فيما أحصل في مدة سنة؟ وإذا كنت أتقاضى شيكات مؤجلة فما حكم ذلك؟ وإذا وضعت شيء في مشروع بر مثل مدرسة تحفيظ القرآن أو غيره، فهل يصح ذلك؟ كل ما تتم السنة يجب عليك الزكاة، زكاة أموالك اللي عندك واللي في ذمم الناس، الديون اللي بذمم الناس، قروض أو ثمن سيارات أو غير ذلك، الديون اللي لك على الناس إذا تم الحول تزكيها مع المال الذي بيدك، تجمل ما تملك وتزكيه لإخراج ربع العشر منه ولو كان مقسطا أو غير ذلك، لأنه حلالك ومالك وتم عليه سنة تجب فيه الزكاة. نعم. يقول السائل: وأما وضعها في تحفيظ القرآن، تحفيظ القرآن هذا تبرع ما هو بزكاة، هذا يكون من باب الصدقات ومن باب التبرع، أما الزكاة تصرف في المصارف الثمانية المذكورة في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الله حدد مصارف الزكاة تصرف فيها، أما مدارس القرآن هذه مشاريع خيرية يتبرع لها بالصدقات المستحبة. نعم.